صبحكم الخير. اليوم السبت 6 أكتوبر تشرين الأول، اليوم القمر مرافقنا من برج ترابي برج العذراء، والأجواء حلوة للأبراج الترابية، مواليد برج العذراء ومواليد برج الثور ومواليد أيضا برج الجدي، مش بس اليوم بكرة أيضا. كيف رح بتكون أبراجنا؟ نبلش مع برج الحمل. مولود برج الحمل عطلة أسبوع طويلة طويلة ما بتخلص، شغل وركض وتعب، بشغلوك بتعبوك وأنت بتتعب. المهم تلاقي فرصة أو تلاقي فترة تقدر ترتاح فيها لحتى تكمل بعطلة الأسبوع وتضلك أنت مرتاح. الأكثر نشاطا يلي ما راح يهدأ اليوم هو 28 و29 أدار مارس. بننتقل لبرج الثور. بالنسبة لك اليوم مولود برج الثور فترة جيدة جدا اليوم لحتى تعمل بوندينج، لحتى يصير في تواصل حلو مع أحباء، مع أولادك، مع عائلتك، مع الناس اللي أنت بتريد أنك فعلا تتواصل معه. نهاري بيحمل انفراج، بيحمل تطمين بال، بيحمل أيضا سعادة وتقدم وحتى نجاح بأعمال أنت عم تسعى لها. الأكثر حظا اليوم رح بتكون بالتأكيد مواليد شهر نيسان أبريل. بنتقل لبرج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء خلي عطلة الأسبوع تكون هادية قد ما بتقدر، حتى ولو كان مزاجك منه هادي، منه رايق. الجو اليوم بكركبك لأنه شي حدا من الأولاد، شي حدا من العائلة، شي الأهل، شي أنت، شي البيت بحد ذاته. اليوم نهار في عجقة، في عجقة، فحاول إنه هالعجقة تكون حلوة، يعني ما ضروري أنت تنزعج وتتضايق وتخربط الأمور وتأزمها، بالعكس امشي معها. إذا حدا من أهلك بحاجة لألك امشي معهم، إذا حدا من أولادك، إذا أنت تعبان كمان ريح حالك. حاول إنه هذا النهار يكون مخصص للعائلة لكن مخصص بطريقة إيجابية. تبقى المواليد الأكثر تعبا نسبيا هي مواليد شهر أيار مايو، الأوفر حظا هي مواليد 2 3 و4 حزيران يونيو. كمل مع برج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان فينا نقول انه اليوم نهار بتحس حالك انه لازم تطلع من البيت، لازم تغير جو، لازم تشوف فلان فليتين، لازم تغير جو، لازم تحتك بالناس، لازم تتواصل معهم، ومعك كل الحق. نوعية الوقت إيجابية وممتازة لذلك، ومنشان هيك حضر حالك لنهار نشيط سريع الإيقاع، سواء كنت لحالك، سواء كنت مع العائلة أو مع أصحابك، هيدا نهار ما بتهدى فيه. لكن طبعا إذا عندك شغل لازم تشتغله، والوقت نوعية الوقت مناسبة. الأكثر حظا بعد 14 ل16 تموز يوليو. كمل مع برج الأسد. بالنسبة لبرج الأسد نهار تتفاعل فيه مع كل شيء عم بيصير، وكأنك بتتحشر أو بتتدخل بكل التفاصيل. المصاري شو دفعت وشو عملت وين رحت وليش هالفاتورة وليه ولأ، بصير بدك تساوي ليه لأ في مجال. إذا عم تشتغل لسبب أو لآخر ملتقي بالشغل كمان في نوع من المفاوضات، لكن كمان بدك تنتبه لمصاريفك الخاصة. الجو اليوم يمكن يخليك تقعد تشتغل زيادة بشغلك بدرسك فقط لحتى تأمن نتائج مهمة في مطلع الأسبوع المقبل. الأكثر حظا 15-16-17 آب أغسطس. بنتقل لبرج العذراء. مولود برج العذراء القمر ببرجك اليوم وبكرة، وبالتالي مولود برج العذراء شخص اليوم بعتبره مهم لأنه مسيطر على أوضاعه. ما رح نحكي عن الآخرين، كل واحد بيشتغل لحاله. مولود برج العذراء اليوم رجع نبضه جيد من بعد ما مرق عليه يومين باهتين كليا، ما كان لك قول، ما كان لك كلمة فيهم. فاليوم تتغير الأمور، اليوم أنت شخص بطل، أنت شخص منافس قوي، أنت شخص له موقعه، الناس إذا حكيت بيسمعوا لك وإلا صدى كلماتك إلا صدى، فلازم تعرف شو عم تحكي. اليوم وبكرة يومين ثمينين جدا. الأكثر حظا مواليد آب أغسطس، أيضا 12-13 أيلول سبتمبر. كمل مع برج الميزان. مولود برج الميزان بتهدى الأمور عندك لدرجة بتحس حالك تعبان، بتحس حالك أنه ما عم فيك تلحق، بتحس حالك مقصر ويمكن تكون مقصر. بدك تنتبه لأنه يمكن تضطر تستعجل تركض لتلحق الطيارة لتلحق المسائل، لكن جميع الأحوال حاول أنه قبل بوقت تكون مؤكد على كل شيء، لأنه المفاجآت غير السارة معقول تكون بانتظارك بالنسبة للحجوزات. من ناحية أخرى ما في خبر اليوم، ما في خبر، ما تتعب قلبك. التنين والتلاتة الأجواء مختلفة 180 درجة، مش اليوم. يلي عنده شوية حظ نسبيا 6-7 أكتوبر. بنتقل لبرج العقرب. في مجال اليوم عند مولود برج العقرب انه الامور تتغير شوي للافضل،
شوي، لأنه ما تنسى بعدك أنت تحت تأثير الشمس الموجودة برج الميزان حتى 22 أكتوبر، فما كتير ترفع سقف توقعاتك. اليوم من ناحية أخرى في احتمال أنه تتسلى، تقضي وقت حلو مع أصحاب، تحس حالك أنه كل ما كان في جمعة كبيرة كل ما أنت عملت أو كان أدائك جيد وحلو، وبالتالي ما تقعد لحالك. مر عليك يومين كانوا صعبين، لحالك مقهور، ما حدا ساعدك أو انظلمت، اليوم الجو مختلف. الأكثر حظا بترجع الحظوظ عند 3 4 14 15 و16 نوفمبر. بنتقل لبرج القوس. مولود برج القوس اليوم نهار تقيل، بمعنى انه انت لازم تكون عاطي أهمية لكل شيء عندك اليوم. مفروض اليوم تتفاهم مع محيطك، مع كل الأمور المتداولة اليوم بدك تتعامل معها بطريقة لبقة فهماني، بدك تكون فهيم، بدك تكون واعي، بدك تكون ذكي، بدك تطلع لبعيد. الأجواء اليوم تطلب منك انك تكون قدها وقدود. هلا ما مطلوب منك انك تكون شيء كثير يعني، بس بشغلتك بدك تكون جاهز. الجو اليوم بيمتحنك، بتحس حالك شوي مزعوج، لكن بالنتيجه الاجواء العامه منا عاصفه. الاكثر نشاطا ما بيهدى 4 5 و6 ديسمبر. بنتقل لبرج الجدي. واخيرا مولود برج الجدي بتبين الضحكه على وجهه تلقائيا، منها لحالها بتضحك، انت منك لحالك بتضحك، منك لحالك تنبسط، بتحس بانشراح، بتبطل عتلين هام، بتحس انه هالعبء اللي كان على كتافك صار له 4 ايام 5 ايام 6 ايام حتى من اول اسبوع اختفى اختفى. الجو اليوم ايجابي، فتسلى، انبسط، ارتاح، حاول تتواصل مع اللي اختلفت معه بطريقة إيجابية، حاول أنه بآخر هذا النهار يكون ضميرك مرتاح، نهار بيستاهل أنك تشتغله. الأكثر حظاً مواليد ديسمبر. بنتقل لبرج الدلو. مولود برج الدلو يعني لما كان القمر معاكسك مبارح وأول مبارح حسيت حالك مذنب أو حسيت حالك مزعوج أو متضايق من بعض الأشخاص. اليوم نهار كأنك عم ترجع بتعيد بنظرك شو اللي صار، وبتلاقي انه في بعض الظروف اللي كان فيك تتفادى فيها الخناقه او المشكل او هالحكم السلبي يلي انت اطلقته. الاجواء اليوم افضل، اريح، ورح بتصير جميله جدا جدا الاثنين والثلاثه، فبلش من اليوم ان كانت عطله اسبوع او عم تشتغل، خلي نظرتك متفائله لانه اجواء رح بتكون رائعه بانتظارك، فما تنزع اليوم. خذ الخطوة المبادرة للمصالحة وبعد عن المشاكل. 28 29 و30 كانون 2 يناير. كمل مع برج الحوت. بالنسبة لبرج الحوت وصل القمر لبرج العذراء وقال لك اوكي مولود برج الحوت ستوب، شو عم تعمل؟ وينك رايح؟ ليش عملت؟ في نوع من محاسبة. واكثر شيء بتزعج مولود برج الحوت هالامور هاي من الاشخاص القريبة على قلبه اللي بيحبها اللي بيعزها، الاهل، الاولاد، العائلة، شريكه بالحياة. الجو اليوم مزعج نتفي مولود برج الحوت لانك حساس، معقولة تنزع عطلة الاسبوع، فيلي لازم تعمله عم تسمعني اليوم بدك تطول بالك كتير، مش كل شيء صار او بيصير اليوم معناتها يلا نبلش نبكي. بدك تقوي قلبك، اليوم ما في بكي، اليوم ما في زعل، اليوم بدك تضلك مبسوط، بدك تقضي نهار حلو، حتى لو حدا رأيه مش من رأيك، اوكي رأيك مش من رأيي، شو فيه أنا عندي رأي، منكمل من دون ما نحتاج ويصير في مشاكل، خاصة إذا كنت 4 5 آذار مارس. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم هيدي سنة حلوة تشتغل فيها على هالمواهب المخبية اللي عندك إياها، أو هالمواهب اللي عندك إياها وما كتير عم بتفعلها. أو المواهب اللي عندك إياها ويلي بحاجة إلى المزيد من التقوية. هيدي سنة مهمة جدا، بتقوى فيها نفسيا داخليا وبتنعكس كل الأمور على كل تصرفاتك وأشغالك وبتكون سنة ناجحة. أكتوبر، شباط، فبراير، حزيران، يونيو أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة. باي باي.